يا ابو سالم 23/13 اطفال الجيش الحر يجهزون الاقتحام كتيبة العلمة محاصرة من دوريا. الله اكبر. اللهم ابطال الجيش الحر ذاهبون الى الكتيبة الى سواتر الكتيبة اقتحامها. الله اكبر. ويتزامن ذلك مع تحليق الطيران المروحي فوق ابطال الجيش الحر، ويقومون الأطفال بالتصدي لهم في مدار الطيران. الله أكبر لله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والله مبارك. 29/13 جمعة والشيخ الصابرين. قال يعني علي وانا ما عم علي قربوا وين راحوا والله هو يمين علي والله